بس أنا كل الضايجة، أنا قاعدة أبيع بالمحل أندومي بس ما حد ما قاعد يشتري مني. من بعد ما هذا إجا جيجي يشتري هذا المحل وصار يبيع عندي أم الخضار. يا ناس أنتوا بالسرة بالسرة، أنا كلكم راح أبيع لكم. أخذ كل الزبائن مني حتى ما حد ما قاعد يشتري، مع إنه أنا عندي هذه النوعية، هذه نوعية الأندومي، بس ما أعرف ليش ما قاعد يختاروها، ومعقول راح أخسر، واحتمال حتى راح أخسر هذا المحل، لأن هسه كده أبو الأجر راح يجي يطلب مني دايموند، وأنا بقى بس هذا عندي الدايموند. حتى ما اعرف شو راح اسوي، انا كلش حزينه. يا ساني وصلت، هي انت سمعيني رانيا، انا صار لي كم يوم انتظرش تعطيني الايجار بس لحد لو ما جبتي لي الايجار. ما قاعد تعرف انه انا ما قاعد يجيني احد يشتري مني اندومي، انا هذا الشيء مو بيدي. وبس انا شو راح اسوي؟ شوف اسمعني عمو، انا ما اقدر ادفع لك الايجار، انا بقى بس هذا الدايموند عندي، مستحيل انطيك اياه وابقى بدون دايموند. شنو؟ ولا لا لا مستحيل، شوف اسمعيني رانيا، انا بعد ما اريدش تبقيني بهذا المحل، هذا المحل أنا راح أجره لغيرك، يلا خرجي من المحل. أوكي أوكي عمو، بس بدي أخلي هذا الأندومي مالتي، بس ولو أني هذا الناس ما حد يأخذ مني أندومي، أنا كل الضاجة، بس يلا لازم أجمع على السريع، وبعد راح أطلع من هذا المحل، يلا خلي أجمعه. إيه هسه جمعت كل أندو من المحل، وبس هسه إيش راح أسوي؟ معقولة راح أرجع البيت وأبقى بدون شغل؟ حتى بقى عندي بس 18 دايموند، واحتمال إذا صرفت اشتريت بيه أكل، أكيد كله راح تخلص وما راح يبقى عندي أي شيء. بس يلا هسه خلنا نرجع البيت. رانيا رانيا، هاي أنت شايلة الأندومي ورايحة، يمكن صاحب المحل طردك. إيه طبعاً جيجي، أنا كل الزبائن ما صاروا يجولي، صاروا يجون بس إلك يشترون منك، وما حد ما إجي يشتري مني. إيه طبعاً يجون يشترون مني، أصلاً أنا من البداية قلت لك اني انا راح انجح وانت راح تفشلين. استحي شوفي راني انا ايش قد صار عندي دايموند، حتى انا صرت كلش غنيه. مو مثلك انت، انت راح تعيشين طول حياتك فقيره، مستحيل تصيرين مثلي. يلا روحي منا. ولا لا مستحيل، وهذا جيجي قد مزعج، وبقى اجى بعد يفتح المحل مالته واخذ كل زبائني. بس هسه لازم ارجع البيت، ولو انا ما يصير اسكت، انا لازم ارجع البيت وافكر بحل. يلا خلني ارجع. يلا استني خلنا نرجع البيت، بس ولو اني كل الضاجة، انا ده بقيت بدون شغل، اكيد كل هذا الدايموند اللي عندي كله راح يخلص وراح ابقى بدون دايموند. بس ايش راح اسوي؟ يلا لازم اقعد هنا وافكر بحال. بس ايش قاعد تشوفوني؟ شنو هذه نوعية الاندومي؟ اني اول مرة اشوفه بحياتي. شنو؟ مكتوب الاندومي الكوري الحار. بس هذا الاندومي يبيعه بس بكوريا، بس مو موجود حتى بقريتنا. بس معقولة إذا أنا اشتريت من هذا الأندومي وجبته هنا بالقرية وراح أبيع على الناس، احتمال راح يعجبهم، واحتمال يجي يصير عندي ناس كل شوية ويشترون مني. بس هو هذه الفكرة عبقرية. بس صحيح تذكرت، ولو أنا ما عندي أي محل، أنا هسه هذا بالمحل طردني، زين وين راح أبيع هذا الأندومي؟ فكروني فكري. يس انا عرفت ايش راح اسوي، انا لازم اجمع خشب كل شويه، ولازم اعتمد على نفسي، حتى راح اسوي لي محل اندومي، وراح ابيع بيه هذا الاندومي الكوري الحار. بس بدي ايش راح اسوي؟ انا بدي لازم اروح المكان القطار، وهناك راح اخذ قطار واروح اسافر لكوريا حتى اجيب هذا الاندومي الكوري الحار. بس يلا لازم استعجل، يلا خلنا نركض. يس توقف القطار، معقول احنا وصلنا لكوريا؟ هسه انا كلش متحمسه. يلا خلينا ننزل، بس ولو كان الطريق كلش متعب، حتى شوت مسافه كلش بعيده. صحيح حتى انا قاعده اشوف هاي كوريا، واو انا اول مره اشوفها. بس انا حشونه، شو راح احكي لهم؟ اقول ما اريد، ما اكيد ما راح يفتهموني. بس يلا خلي احاول احكي لهم. عمو عموني عطشانه، ارجوك ساعدني. بس ايش في عمو؟ معقولة ما قاعد يفتهمني؟ شو ما قاعد افتهمك؟ اكيد قاعد افتهمك اني. شنو انت قاعد تحكي مثلي؟ اني كلش فرحانة، بس انت شكلك كوري، شو قاعد تحكي مثلي؟ اني زين، انا اتحدث خمس لغات، بس انت ايش تريدين تدين مي؟ انت ثاني شي ليش جاية لكوريا؟ وش عندك بهذا المكان؟ ما تعرف، انا جيت من مسافة كلش بعيدة، بس انا جيت حتى اشتري الاندومي الكوري الحار. تريدون الاندومي الكوري الحار؟ صحيح هذا افضل اندومي عندنا في كوريا، وهذا طعمه كلش لذيذ، وانا عندي محل ابيع من هذا الاندومي. بابي كل زين، بعد عمل محتاجه تودينه على محلك حتى اشتري هذا الاندومي. اسمعيني زين، يلا تعالي وراي على السريع، انا راح اخذك الى هذا المحل، وش قد تريدين انا راح انطيك. ايوه بس انا كلش فرحانه. صحيح هذول ملابس الكوريين، بس بابا ملابسهم كلش حلوه حتى انا عجبتني، بس وهذه المدينه حتى اسطوريه. لا ترى استنى خلي استعجل. صحيح
وهذا المحل هذا نفس الاندومي اللي شفته بالتلفاز. اسمعيني زين، هذا موجود هذا الاندومي، وش قد تريدين عدد؟ انا روح ابيع لك كل الزين، روح اجمع وراح اخذ كميه كلش هوايه، لان عندي عمار دش تسوي محل، وهذا المحل راح ابيع بي اندومي. اسمعيني، اذا انت اخذتي من الاندومي بعتيه بالقريه مالتك، انا متاكد الناس راح يعجبهم، حتى راح تصيرين كلش غنيه. كل الزين لحد يوم لازم اجمع كميه كلش هوايه، يلا خل اجمع. يس انا اشتريت اندومي كل شوية، بس انا كلش فرحانة، يعني حتى هذا بالاسواق يقول لي هذا احسن اندومي بكوريا، بس هسه انا كلش فرحانة ومتحمسة. بس لازم ارجع للقرية مالتي وراح ابني المحل الاسطوري حتى اعرض بيه كل هذا الاندومي، بس رسامي صار اتاخر، لازم البداية استعجل حتى احجز لي قطار. بس يلا خل اشوف، صحيح اصلا القطار قاعد ينتظر، يلا لازم اخذ تيكت حتى بعد ارجع لقريتي، يلا خل استعجل. يس انا رجعت، بس انا كلش متحمسة، بس ببدأ ايش راح اسوي، لازم اسوي لي محل حتى اعرف بيه كل هذا الاندومي، بس انا محتاجة خشب، صح انا عندي هنا اكس، حتى انا قاعد اشوف انه اكو اجر كلش هواية، لا عاد يلا خل استعجل وبعد اجمع لي خشب. يلا كي راح اجي هذي الاجر، حلنا اكو خشب كلش هواية، وهذا كلش راح يفيدني، لازم اكسر على وقت، طبعا احتمال راح يجي الليل وانا حتى ما اقدر الحق، بس يلا كي خل اجمع ايش قصر عندي. صح ايش قصر عندي هواية، يلا خل عدهم وبس أربعة، وأصر إنه هذا ما يكفي، أنا لازم أكسر بعد هواية، يصير عندي كلش خشب هواية، يلا خل أكسر على السريع، يلا خل أكسر. يس أنا قد كسرت خشب، حتى إيش قصر عندي؟ أصر إنه هذا راح يكفيني، بس لازم أخذه وكل هذا أحوله لماما. أكيد هذا راح يكفيني، بنسوي محل أسطوري، وبس وين راح أختار مكان مال محل؟ صحيح تذكرت، أنا كان يم محل القديم، كان اكو مكان فراغ، هناك راح اسوي محل الاسطوري. يلا خل استعجل، امي صرت اتاخر، وبعد راح اخبر كل الناس انه انا جبت لكم الاندومي الكوري الحار، واكيد هذا راح يعجبهم. لا عاد يلا خل استعجل. يس انا تقربت، هو هذا المكان الفراغ، هذاك وش راح يكفيني اسوي بيه محل الاسطوري. لا عاد يلا خل استعجل وابني. اي راني انت ايش قاعد تسوي هنا؟ ايش قاعد اسوي؟ انت ما تعرف، انا راح اسوي لي محل، انت تعرف انه هذا صاحب المحل طردني، بس انا فكرت انه نعتمد على نفسي واسوي محل الي، بس يا رب تاخرني خل اشتغل. شيراني شوف اسمعني، انا مو قلت لك من قبل، انت اذا سويتي مشروع راح يفشل. راح يفشل، ولا انت ما تعرف، انا اكيد هذا مشروع جديد راح ينجح، انا متاكده من هذا الشيء، بس يلا استنى خل اكمل شغلي على السريع. حتى انا كلش متحمسه، معقوله كل الناس راح يجوا لي بعد ما يشوفون هذا الاندوم الكوري الحار؟ صحيح، بس يلا استنى صرت اتاخر، لازم اكمل شغلي على السريع، يلا خل اشتغل. رانيا ما اعرف ايش قاعد تبني، احتمال راح تسوي اسواق، بس ما اعرف شنو راح تبيع داخل الاسواق. احتمال راح تبيع نفس الاندومي اللي كانت تبيعه بالاسواق مالته، انا متاكد راح تفشل من جديد. طبعا الناس كلهم يحبون الاندومي مالتي، انا اندومي مالتي خرافي، هذا احسن اندومي بالعالم، حتى طعمه كلش لذيذ. يس انا قد اشتغلت واخيرا كملت المحل مالتي، بس صار شكله كلش حلو حتى اسطوري. هسه بقى بس اخلي هذه المظله هنا، لان قررت راح اخلي كراسي، حتى راح اخلي طبلات، يعني اذا شخص يعجبه يشتري اندومي يقدر يشتري اندومي. حتى مو بس هاي، انا قررت راح اسويهم اوزع اندومي للناس، يعني انا اطبخ لهم وانا اوزع لهم، وراح اخلي كراسي بهذا المكان. حتى انا كلش متحمسه، يلا اوكي راح اخلي هنا تقريبا الطبلات، وهنا راح تكون الكراسي، حتى راح اخلي هنا بوابة، ولازم اخلي الفريمات، صح انا عندي هالفريم كل الزين. راح ارض الاندومي مالت الكور الحار، ومتاكد هنا بالقرية اصلا ما حد ما شاف هذه النوعية، واكيد راح يجربوها وراح تعجبهم. بس يلا هسه لازم اوزع الفريمات بكل مكان، وبعد اعرض هذا الاندومي، يلا خليني اعرضه. يس انا قد اشتغلت، حتى عرضت كل الاندومي اللي عندي، حتى سويت هذه اللافتات، حتى الناس اكيد راح يقولون ويجون على هذا المحل مالتي. هذا محل اندومي الكوري الحار، يلا خل اعرضها. هي انت راني، شنو هاي شنو هاي؟ بدي اشوف الاندومي، شنو هذا الاندومي الاحمر؟ انا ما اعرف شنو هذا. ايش تم تعرف؟ انا هاي النوعيه جبتها من كوريا، وهاي احسن نوعيه موجوده، ومتاكده الناس راح ينعجبون بها، حتى راح يشترون مني كلش هوايه. كوريا شوف اسمعي راني،
أنا متأكد هذا الأندومي الناس ما راح يحبوه، حتى هذا مشروع كم راح يفشل، مو مثلي أني، أني كل الناس يحبون الأندومي مالتي. مستحيل، شوف اسمعني يا جيجي، هسا راح أروح أخبر كل الناس، حتى راح أثبت لك هذا الشيء، راح أشوف بنفسك إن كل الناس راح يشترون مني. لا شوف اسمعيني، أنت تحلمين أنت تصير أحسن مني، مستحيل يصير هذا الشيء، أنا جيجي أبيع الأندومي الأسطوري، مو مثلك هذا الأندومي مالتك المقرف. دائما جيجي ضوجني، بس أنا ما راح أسكت. وبس إيش راح أسوي؟ لا أساني أحسن حل إنه راح أخبر الناس وأقولهم تعال يا ناس، أنا سويت لي محل أسطوري وقاعد أبيع بيه الأندومي الكوري الحار. بس يا أساني خل أستعجب وأخبرهم، يلا خل أركب. يلا أساني خل أروح، أنا لازم أروح المحل جيجي وأشتري من أندومي. بس يا أساني تقربت. بس إيش قاعد أشوف؟ هذا محل جديد، صحيح أنا أول مرة أشوفه. بس شنو؟ الأندومي الكوري الحار. هذا شفته بالتلفاز. نعم سمعيني، انت جيتي على هذا المحل، انا ما انصحك تشتري من هذا الاندومي، هذا كلش مو طيب. لا لا صدقني، هذا الاندومي مالتي. شوف اسمعني يا جيجي، انت ما تعرف انا هذا الاندومي شفته بالتلفاز كلش هوايه، حتى الناس قاعد يقولون عنه انه هذا اندومي لذيذ، حتى كلش حار. شنو بس شوف اسمعني، اصلا الحار مو زين، اصلا هذا كلش مو طيب هذا الاندومي. تعال تعال شوف الاندومي مالتي، انت دائما تشتري من عندي، تعال اشتري هاي المره. شوف اسمعني، اصلا انا كلش منيت من هذا الاندومي والخضار، لا احسن حل راح انتظر. وبس وين صاحبة المحل؟ حتى مو موجودة. بس يلا اوكي ماكو مشكلة، راح ابقى انتظرها بهذا المكان. وهساني كلش تعبت اليوم، بس انا خبرت كل الناس اني يشترون من عندي اندومي الكور الحار، بس ما اعرف معقول راح يعجبهم هذا النوع ويشترون مني. بس ايش قاعد تشوفوني؟ واو لما جاي اصدق، وانا ايش قد اكو ناس قاعدين ينتظروني. لعد يلا خل استعجل، يلا شوفوا اسمعوني يا ناس، هسه انا جيت وراح ابيع لكم هذا الاندومي الكور الحار، حتى راح يعجبكم. مرحبا، انا جيت اشتري منك، انا شايف هذه النوعيه بالتلفاز وكلش عجبتني، حتى عاجبني اني اجربها. يلا اوكي تقدرين تاخذين، يلا تفضلي. ايوه ايش قد قاعد ناس ينتظرون، حتى انا كلش فرحانه. اوه شنو اللي قاعد يصير؟ كل الناس اللي يشترون من عندي الاندومي كلهم راحوا على رونية، حتى سمعتهم يقولون انه هذا الاندومي كلش مشهور، حتى عجبهم يشتروه. بس وانا ايش راح اسوي اني؟ معقول اني راح اخسر وبعد ما ابيع؟ لا لا يا جيجي مستحيل انت تسكت، انت لازم تفكر وتعرف ايش راح تسوي. هسه لازم اروح على صديقي، اكيد هو الوحيد اللي راح يقدر يساعدني، يلا لازم ما اتاخر، يلا خل اروح. يلا خل استعجل، هسه انا تقربت على بيت ميجي، بس هي انا قاعد اشوفه هي تا موجود. هلا ميجي. اهلا اهلا جيجي، شوف اسمعني يا ميجي، انا اريدك تساعدني، عندي شغله اذا سويت لي اياها راح انطيك دايموند كلش هوايه. جيجي بس شنو هاي الشيء اللي تبيني اسويه اني؟ اسمعني زين، انت مو تعرف انه انا ابيع اندومي، بس هاي رانيا المزعجه سوت محل مقابل محل ماتي وقاعده تبيع اندومي كوري، بس ما اعرف ليش الناس قاعد يشترون منها، واردك انت تساعدني تخلي الناس بعد يشترون مني ما يشترون منها. بس يا جيجي يعني شو تريدني اسوي؟ اسمعني زين، بالبداية احنا اليوم ما راح نقدر نسوي شيء، لان راح يجي الليل، اردك باكر من الصبح تسوي اللي انا اقول لك عليه، واذا سويتها اكيد خطتنا راح تنجح. اجي الليل، بس انا كلش تعبت اليوم، ليش قد اشتغلت حتى ايش قد جوني زبائن، بس انا فرحانه لان صار عندي 40 دايموند. هسه اجي الوقت اللي اروح البيت، حتى باكر من الصبح ارجع لمحلي، واكيد راح يجون ناس كل شويه، بس يلا لازم اروح. وبس ليش يجيبوا علي؟ حتى مبين علي كل الضايج مني، بس انا ما لي اي علاقه، هسه لازم اروح البيت، يلا خل استعجل. يضحك يضحك رونية، بس ما تعرفين باكر ايش راح يصير بيج. يلا خل اروح للبيت واني مطمئن، وانا متاكد الزبائن راح يرجعون يشترون مني. هسه انا جيت من الصبح، وصلت الى محل رونيا مال اندومي، انا اليوم لازم انفذ الخطه مالتي، خطتي كلش سهله، يلا خل استعجل وانتظر، كرونيا بعدها ما اجايه، انا اليوم لازم انفذ هاي الخطه حتى اربح الدايموند. يلا خل اقعد وانتظر. يس انا قعدت من الصبح، ومتاكده اكو ناس قاعد ينتظروني، حتى طبخت هذا الاندومي وجهزته،
يصير خلص استعجل. صحيح أنا قاعد أشوف هناك أكو ناس. يلا خلص استعجل، شوفوا اسمعوني يا ناس، هسا أنا أجيت وصح أقدم لكم هذا الأندومي. أنا كلش جوعان، أنا قاعد أنتظر الأندومي. طبعا أنت لا تهتم، أنا أصلا هذا جهاز من البيت، نعرف أن أنتوا قاعد تنتظروني. يلا تفضلوا، هسا تقدرون تاكلون. يلا خل آكل، حتى أنا كلش جوعان. يلا خل آكل. بو شنو بطني قاعد توجعني. شنو ايش قاعد يصير يا ناس؟ ساعدوني ساعدوني يا ناس. صدقني هذا الاندوم ما بيشي، انت ليش هيك صار بيك؟ يلا استيقظ وانا ايش راح اسوي يا ناس؟ ساعدوني. شوف اسمعني، هسه انتصرت على الاسعاف، مو كده هسه ما راح يجون. اوني بطني توجعني، ارجوكم الاسعاف. شنو ايش قاعد يصير هنا؟ شو ايش قاعد يصير؟ اصروا انه هو مريض وصار بهذا الشيء. ايش قاعد يصير بيك؟ انت مو ميجي مو صحيح. ارجوكم اني بطني توجعني، ارجوكم ساعدوني. يا مستحيل هذا معقول يكون الاندومي؟ شوف اسمعي نيرانيا، احنا بعد مستحيل نشتري منك، احتمال يكون هذا الاندومي انت قاعد تجيبي هذا مغشوش. اي صحيح. شنو مغشوش؟ ولا مستحيل، اصل هذا الاندومي اللي انا قاعد ابيعه هذا مو مغشوش، وانا جبت لكم اياه من كوريا. لا شوف اسمعيني، انت قاعد تخدعين الناس وتجي تبيع لهم هذا الاندومي، بس هذا كلش مزي على صحتهم، ولهذا مستحيل نسمح لك ان تبقين هنا وتبيعين هذا الاندومي. شنو؟ اي طبعا روني، احنا بعد مستحيل نجي المحل مالتك، حتى انا قررت بعد ما اشتري منك اشتري بس من جيجي. ولا لا مستحيل، ايش قاعد يصير؟ معقول هذا كله بسبب الاندومي؟ بس انا متاكده الاندومي ما بيشي، وبس هسه ايش راح اسوي؟ حتى اني كلش حزينه. يس انا قاعد اراقب، بس همزي هذا الولد اخذه حتى وده للمستشفى، بس ما اعرف شنو صار بي، بس معقول يكون هو اصلا مريض؟ وبعد ما ادري، بس هذا جيجي يقول انه هذا الاندوم مالتي هو السبب، بس انا متاكده من الاندومي. اسمعوني يا ناس، انا الاندومي مالتي احسن نوعيه اندومي بالعالم، ودير بالكم تاخذوه من غير مكان، لان غير مكان كله مغشوش حتى مو مثل مالتي، انا مالتي اصلا كلش مفيد للصحه. وحتى جيجي اخذ كل زبائني حتى قاعد يخدعهم ويقول لي اندوم مالتي احسن نوعيه، بس هسه ايش راح اسوي؟ انا لازم افكر بحل حتى ارجع الزبائن يشترون مني، لازم افكر بحل. اي هسه انت رحت من المستشفى، حتى نسيت على هذا الولد ميجي، بس انا الدكتور خبرني انه هذا الولد ما بي اي شيء، بس ما اعرف ايش يتصرف. زين ليش ايش يسوي؟ معقول يكون متفق ويا جيجي؟ صحيح انا شايفته قبل هذا ميجي، كان دائما يطلع ويا جيجي، بس ايش راح اسوي؟ معقول يكون متفق وياه حتى ياخذ كل الزبائن مني؟ بس ايش راح اسوي؟ انا هسه خسرت كل الزبائن ولازم ارجعهم. يلا فكروني فكري، انت لازم تحترين على حل حتى تاخذين كل زبائنك. بس راح اسوي؟ ايش راح اسوي؟ صحيح اني احسن حل ان اسوي مسابقه، راح اقول لهم شوفوا اسمعوني يا ناس، راح اسوي مسابقه الاندومي، واي شخص يخلص صحنه من وقت راح يربح جائزه من الدايموند. طبعا يعني اي شخص راح يفوز راح اعطيه 10 دايموند، وقد كل الناس راح يرجعوا لي ويشترون مني. واو بس يلا لازم اروح المحل مالتي حتى بعد اصح كل الناس واقول لهم على المسابقه. يلا خلص استعجل. هي السراري ما اعرف وين كانت ورجعت للمحل مالته، بس ما اعرف ايش قاعده تخلينا. بس يا لود شو بتسوي؟ مستحيل راح تصير مثلي، لان انا اخذت كل الزبائن مالته وجوا يشترون مني. طبعا بعد ما ميجي تمرض وقال بطني توجعني، يتوقعون ان الاندومي مالته هو السبب، بس هم ما يعرفون. يس انا كمل شغلي، حتى خليت هنا ساعه وخليت وجبه اندومي، انه لازم يجوا 3 اشخاص ويسابقون، واي شخص راح يفوز راح اعطيه 10 دايموند. حتى قد كل الناس راح يتحمسون حتى راح يرجون ويشاركون بهذه المسابقه، بس لازم راح اخبرهم يا ناس تعالوا نو مسابقه الاندومي، من اللي يخلص اول واحد راح يفوز بالجائزه. يلا يا ناس تعالوا. وبس معقول راح يجون ناس؟ بس لازم استعجب واخبرهم. يلا خلص استعجل. يس انا شقد انتظرت، بس حلو شقد اجوا ناس، حتى هم كلش متحمسين اني اشاركهم بالمسابقه، بس حتى
وناس وحده وراح يسابقون. يا وقت السباق بشوف. اسمعوني، الاول شخص يخلص الاكل مالتي وراح يفوز بعشرة دايموند، بس اذا ما فزت انت تدفع 2 دايموند مال حق الاندومي. بس احنا افتهمنا لحد. يلا اوكي، احنا شو وقت راح نبدي؟ يلا 1 2 3 يلا ابدوا. يوا فسمو بدوا يسابقون، بس حتى الناس قاعدين ينتظرون سراهم وكلهم راح يشاركون بهذه المسابقه. بس انا كلش فرحانه اللي بدوا الزبائن يرجعوا لي، حتى مو متحمسين. بس يلا استني خل انتظر وشوف من اللي راح يفوز. يلا خل انتظر. يا صراحة خلص يا اني اكلت هذا الاندومي. هذا المتسابق اللي فاز. شوف اسمعني، انت ربحت وانا 10 دايموند، هاي تفضل. ايوه اني ربحت 10 دايموند، بس ولو هذا الاكل كان كلش حار بس كان لذيذ جدا. يا هم اريد اشارك، اني هم اريد اشارك، يا اني ما اريد اشارك. يلا انتظروا انتظروا، هسه كده الكل راح يشارك، بس ببدأ خليه راح ينهضون ذول الاشخاص وبعدين راح تقعدوا مكانهم. يلا انتظروا. يس صار الليل، بس سوني مش قد اشتغلت لان كل الناس حبوا فكرة المسابقة وكلهم شاركوا. بس اكو كم شخص ربح وياي وانطيت 10 دايموند والبقية دفعوا فلوس الاندومي. بس حيش قصر عندي دايموند، حتى كل الزبائن رجعوا لي وحبوا الاندومي اللي عندي. بس هسه اجى الوقت اللي روح البيت، حتى باشر من الصبح هم راح ارجع واسوي مسابقة. يلا خلي استعجل. وساني كلش ضايج لان الخطة مالتي فشلت والناس رجعوا يشترون مرانية، حتى بطلوا يشترون مني. بس انا مستحيل اسكت ولازم انفذ خطتي الاخيرة الاسطورية. انا عندي هذا TNT. هسه راح اخليه داخل المحل مالته وافجر هذا المحل واتخلص منه، حتى يلي حد ما ترجع ترمم المحل كل الناس راح يشترون مني الاندومي. يلا اوكي لازم اخلينا TNT. اوكي بعد وين خلينا TNT حتى افجر هذا المحل. يلا اشتغل يا TNT، يلا خل اركض. افتحوا الباب افتحوا الباب. روني روني افتح الباب. يا ساني جيتي؟ نعم جيت. روني شوف اسمعيني، المحل مالتك انفجر بالTNT، ما اعرف شنو السبب. شنو انت متاكد؟ ولا لا مستحيل، معقول اكو شخص فجر المحل مالتي؟ بس ايش سوى هذا الشيء؟ يلا خلي استعجل واتاكد. معقول اكون صحيح هو هذا المحل مالتي؟ ولا مستحيل هو كله متفجر؟ بس من اللي سوى هذا الشيء؟ من اللي سوى خربه؟ مستحيل. سيسا ايش راح اسوي؟ حتى اني كلش حزينة. لا ياسا صار الصبح، انا اليوم حضرت نفسي وانا اليوم كلش فرحان. انا متأكد اليوم الناس بالمنطقة كلهم راح يجون على الاندومي مالتي، يوم محل راني انا فجرته وتخلصت منه. هسه راني يمكن بعد ما تدري، انا متأكد اذا راحت على المحل مالته يمكن خطية راح تنصدم واكيد راح تبكي. يلا هسه لازم اروح للمحل مالتي ولازم ابد ما اتأخر، لازم انتظر الناس يجون حتى ابيع لهم الاندومي واربح دايموند هواية. ايش قاعد اشوف؟ فور. لا 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 مستحيل، هيا انتو يا فور هيا اشار ابتعدوا منه، هاي ماكلين كل الاندومي، هيا انت ابتعد وانت ابتعد يلا على السريع. ولا مستحيل، هاي اكلوا كل الاندومي مالتي، هسوني ايش راح اسوي؟ حتى اني كلش حزين. يسا بدأت تقرب على محل جيجي، انا جيت اجمع الاجار بس هو صار ايش قد ما يطيني وكل مره قاعد ياجلني ويقول لي من يصير عندي دايموند راح اعطيك الاجار، بس هسه لازم اروح احكي وياه. يلا خلي اروح. هسه انا ايش راح اسوي؟ اصلا روني اخذت مني كل الزبائن، حتى هسه انا خسرت الاندومي، انا ما اعرف ايش يصير وياي. جيجي جي شوف اسمعني، انا جيت هالمره اخذ من عندك الاجار مال هذا المحل، يلا شو وقت تعطيني اياه؟ كل مره قاعد احكيك بهذا الموضوع وقاعد اجله، يلا شو وقت راح تعطيني؟ شو اسمعني عيني، أنا هسه حاليا ما عندي دايموند لأن الفارج أكل الأندومي مالتي، حتى روني سوت محل وراحوا كل الزبون حاليا. شنو وشو تريدين أقتنع بهذا الشيء؟ شوف اسمعنا مستحيل أصدق بيك، إما تعطيني أجار هذا المحل أو أطردك منه. يلا احكي. شنو بس أنا ما عندي دايموند، شو راح أعطيك الأجار؟ شوف اسمعني، لعد من هاللحظة هذا المحل مو إلك، يلا اجمع كل أغراضك واطلع. يلا اطلع. شنو؟ لا لا أرجوك أرجوك اسمعيني أرجوك، أعطيني مهلة بس يوم واحد، أنا ما أريد أخرج من هذا المحل. اسمعني ولا نص يوم راح اعطيك مهله، لازم تطلع من هذا المحل على السريع او اخبر الشرطه يجون يعتقلوك. شنو الشرطه؟ ولا لا لا ما يخالف ما يخالف، حتى يلا راح اجمع انا اخذ كل هالاندومي مالتي واطلع، انا ما راح ابقى هنا.
يس انجن طلع من الصبح وجمعت كل هذا الخشب حتى اسوي المحل مالتي ويرجع مثل قبل. خلي استعجل بس شو هذا المحل مالتي يجي. كلش حزين، معقوله هاي الشريره طردتني من المحل؟ بس ماما انا لازم اعالجه واحتاج دايموند، انا مين راح اجيب الدايموند؟ شو صار بجيجي؟ جيجي جا شنو اللي صار بيك؟ انت شنو حزين؟ شنو اللي صاير؟ ها وشوف اسمعيني، هاي جتي صاحبه المحل تريد من عندي ايجار وانا ما عندي ايجار، بس هي طردتني من المحل واني ماما كلش مريضه وهي تحتاج دايموند. تحتاج دايموند وزين ايش راح اسوي؟ اساعده جيجي بس هو دائما كان يضوجني ويحكي علي، بس انا لازم اساعده. ماما وان كان مو زين اني راح اساعده. شوف اسمع جيجي انت لا تحزن. روني امك تحتاج مساعده، انا قررت اني اساعدك. شوف اسمع جيجي انت مو عندك اندوم الخضر تقدر تحضر بالمحل مالتي، بس انا عفواني البارحه صار انفجار بالمحل وكله تهدم، بس انا لازم ارممه حتى يرجع مثل قبل. شنو روني تقصدين الاندومي مالتي؟ احرضه بالمحل مالتك واربح دايموند. طبعا جيجي بس هسه بالبدايه راح ارمي من المحل مالتي وراح يرجع مثل قبل، واذا جو علينا الزبائن يعني راح يجون امه عليك او علي واحنا راح نشتغل سويا. شنو روني يعني بعد اني كل اللي سويته وياك؟ معقولة انتي سامحتيني؟ انتي روني انتي بنت كلش طيبة، اني كلش اسف. طبعا جيجي ما انت تحتاج مساعدة اني راح اساعدك. اني كلش فرحت لين روني، اني وعدك بعد ما اسوي اي شي ضوجك، المهم انه راح نشتغل سوا، بس اني كنت كلش غلطان، اني فرحان لين انتي سامحتيني. طبعا جيجي بس احنا ايش راح نسوي بالبداية؟ راح اعطيك هذا الخشب ولازم نساعده اني اكون اشتغل حتى نسوي هذا المحل ونرجع مثل قبل. يلا اشتغل. اوكي يس انا كلش فرحت من بعد ما ساعدنا انا وجيجي ورجعنا المحل مثل قبل، حتى عرضنا كل انواع الاندومي والاندومي الكوري والاندومي الخضار حتى شقد اتجوي الزبائن. شوف اسمع جيجي بس احنا لازم نشتغل نحضر اندومي، اكيد هسه راح يجون بعد ناس اكثر واكثر ولازم نشتغل. طبعا روني انا سبلغتهم ذول الناس ان ينتظرون احنا هسه راح نسوي لهم الاندومي. يس انا كلش فرحانه نشتغل نرجع مثل قبل حتى شقد اتجوي ناس وكل شويه قاعد يزيد عددهم اكثر واكثر.